يستمر مسلسل مغادرة الشركات المتعددة الجنسيات للجزائر منذ حادث الهجوم المسلح على قاعدة غنتورين، ومنذ كذلك الفضائح الكبيرة التي هزت وما تزال شركة سوناتراك التي تسير قطاع المحروقات في الجزائر، حيث قررت في هذا الصدد الشركة البترولية الأمريكية كونوكو فيليبس المختصة في استخراج البترول وتحويله قررت حزم أمتعتها والعودة من حيث جاءت، بعدما أقدمت مؤخرا إدارة هذه الشركة على بيع وحدتها الموجودة في الجزائر للشركة الأندونيسية بيرتامينا.